في ماينكرافت لوفر ده دلوقتي هتشوف ازاي نعمل عد وجمع وطرح من خلال الاباكس او العداد اللي هو بالشكل دوت. طيب احنا مثلا نفترض ان احنا عايزين نقول 3، فدي 3 4. طيب عايز اقول 5، اللي فوق دول ب5، فبروح حط الخمسة دي واروح منزل دول. تمام، عايز اقول بعد كده 6 7 8 9. طيب عايز اقول 10، دي ب10، وراح محرك دول 20 30 40 50. يا كده دي خانة العشرات، دي خانة المئات، دي خانة الآلاف، وهكذا. يعني دول كلهم أقدر أحركهم بالشكل ده. طيب ولكن نفترض بقى إن أنا عايز أجمع مثلا 3 و3. طيب دول 3، طيب عايز أجمع عليهم 3 كمان، 1 2، بروح حاطط 5 نزل دي كده، و3 دي كده تبقى 6، 5 و1 6. بتبقى سهلة جدا إن أنت تحسب بالعداد دوت. طيب نقولكم نفترض مثلا إن أنا عندي 6 وعايز آخد منها 3، أهو 6 وعايز آخد منها 3، أبدأ أطرح من هنا 1، وبعد كده الاتنين بروح أعمل دول، وبعد كده أطرح واحد من هنا يتبقى 3. زي ما أنت شايف بيبقى سهل جدا إن أنت تعمل عمليات الجمع والطرح بأسلوب سهل وسريع لما تتدرب على الأداة دي.